هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص سموه على أن يكون دوما قريبا من المواطنين في مختلف المناسبات، لافتا سموه إلى أن التواصل واجب على الجميع، فالتواصل هو الباعث لتقوية النسيج الاجتماعي وزيادة الترابط بين أفراد المجتمع بما يعزز قوة المجتمع ومنعته، وبخاصة في ظل التحديات المختلفة. وقد رفع معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني خالص الشكر وعظيم الامتنان على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في وفاة حرمه طيب الله ثراها، مؤكدا بأن مشاعر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووقوف سموه معهم في هذا المصاب الجلل كان له أطيب الأثر في نفوس الجميع، داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه.